متتبعو متداوكات الأنباء الجزائرية، مرحبا بكم. ضيفنا اليوم هو فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان. معه سنتعرض إلى أهم المحاور المتعلقة بهذا المجال. مرحبا بكم سيد قسنطيني. شكرا سيدتي. البدء يكون من الأخير إذا تفضلتم، من آخر تقرير سنوي لحقوق الإنسان بالجزائر، تقرير عهدتم على إعداده كل سنة وإرساله إلى رئاسة الجمهورية، لكن الملاحظ هو عودة نفس النقائص كل سنة، دائما في نفس القطاعات العدالة والصحة، على الرغم من حديثكم عن حدوث بعض التطور سنة تلو الأخرى. أين يكمن أو ما هو مكمن الخلل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة سيدتي نطرق لنفس المواضيع سنويا، لكن ما يخفلكش أنها حقوق الإنسان هي ثقافة، والنشر تاعها يطالب وقت ويطالب إمكانيات. الأمور ما نقدروش نعدوها سنويا، قال لي ودي 2012 كنا هكا و2013 زدنا بدرجة أو بجوج، ما نقدروش نحسبوا بهذيك الطريقة. لكن على العموم، احنا حسينا باللي الأمور راها شيئا فشيئا سنويا تتحسن، وإحنا على دراية في نفس الوقت اللي ما زالتنا مسافة طويلة نقوم بها لكي نلحقوا الأهداف اللي متمنينهم، وهي دولة قانون واحترام بمعنى الكلمة، مش تاع فصل ده فقط، نتاع حقوق الأشخاص وحقوق الإنسان. يا سيدتي باش ما نطولش عليك، الجزائر قادرة على العملية، على الأمر هذا قادرة عليه. كاين بلاد هذه نساء ورجال، مجتمع مدني، إرادة سياسية، كاين مناضلين اللي قادرين إلنا على إنشاء دولة قانون بمعنى الكلمة. الإرادة موجودة، الإمكانيات موجودين، الرجال موجودة. أنا أظن باللي رانا في اتجاه لائق، رانا نمشو كما يرام. لا يمكنني في نفس الوقت ما زلنا بعد على بعض البلدان اللي سبقونا بسنوات عديدة في هذا الميدان، واللي هربوا علينا لا تسمحي لي العباره. احنا يا سيدتي ما رانا مستقنين الا من 62 اليومين هذا، وهما عندهم ربما قرنين او ثلاثه وهما يخدموا في نفس الامر وحسنوا الامور كما يرام. احنا المستقبل لنا فيما يخص حقوق الانسان ان شاء الله الرحمن الرحيم. استاذ، لماذا يتم التركيز دائما على نقائص العداله في التقارير؟ هل هذا اللي راجع لكونكم كمحامي، أم أن هنالك حساسية القطاع لتعامله مع المواطنين؟ إيه لا، المشكلة أنا محامي ما عدا حتى أثر على الأمر هذا، إنها باش نكونوا على الصورة، مش أنا شخصيا اللي حررت التقرير. اللجنة فيها 44 عضو اللي جايين من كل القطاعات، واللي هما بكل حرية بدون أنا ما نأثر عليهم بأي طريقة كان حروا هذاك التقرير. احنا لماذا نتكلموا على العداله بالكثير فيما يخص حقوق الانسان؟ انها نعتبر باللي المدافع الاول تاع حقوق الانسان هو القاضي. المدافع الاول هو القاضي. شكون يعطيك حقك؟ القاضي. شكون يفك لك حقك؟ هو القاضي. دونك احنا القاضي نعتبره عنده دور اساسي في حقوق الانسان وفي بناء دوله القانون. على هذاك نتكلموا عليه كثير. زياده على هذا كان امر اخر، انها المتقاضي الجزائري عنده حق في النوعيه تاع الاحكام، عنده حق فيها. انا قاضي يلزم، رانا في الجزائر المستقله، يلزم القاضي يرد احكام على المستوى معقولين جدا ومبنيين كما يرام، محيثين كما يرام. للاسف الشديد كي نشوفوا انها القاضي يدخل للجلسه ب 150 ملف، انا ما نقدرش ننتظر منه النوعيه، انها ما يقدرش، مش قادر عليها. هل هنالك نقص في عدد القضاة؟ نقص في عدد القضاة، بارك الله فيك، نقص في عدد القضاة اللي هما 5000 يلزم يكونوا 7000 أو 10000 بالأقل. كاين 20000 محامي في البلاد هذه، يلزم بالأقل 10000 قاضي، يلزم القضاة، صفوف القضاة ندعموهم لكي باش يخدموا في ظروف معقولة، ما يخدموش تحت الضغط. وانا القاضي اللي يجيني ب 100 ملف من الجلسه ما عندي حتى ثقه فيه، ماهوش كثر هو شخصيا ماهوش قادر، يعيا يتعب بزاف عليه فوق طاقته، الحاجه اللي تكون فوق طاقته انا ما نلوموش اولا، ثانيا نعذره ثانيا، ولكن ما ننتظر منه اي شيء. انها امور
جوزاته. هذا هو الشيء اللي خلينا باش نتكلموا طويل وعريض على 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 النقطة. يشتكي منها المواطنون تتمثل في طول الإجراءات فيما يخص النقض والاستئناف. ايه القضايا ايه ايه حقيقة ايه النقض والاستئناف ايه النقض كاين بزاف الاستئنافات كثيرة لا طول الإجراءات طول ايه طول ايه حقيقة طول. من لا لا الاستئناف الاستئناف ما يطولوش في الاستئناف صراحة ما يطولوش يحكموا في في في, في مدة في الأجل. الطعن هو اللي يطول العداد هو اللي نتاع الطعون كثير بزاف على سبيل المقارنة فقط المجلس الأعلى تاع باريس يفصل سنويا في 2500 طعن بلس ما هوش كثر احنا 17000 طعن بزاف و 17000 كي ترفضوا 15000 ما يبقى والو ما هوش معقول هذا. انا نتكلموا على النوعيه يلزم الامور تتسقد هذا هو هذا هو بيت القصيد. احنا ماناش ما عندنا حتى حساب نصفيوه مع اي طرف كانوا احنا نحترموا بالكثير القضاة اننا نعرفوا المهمه نتاعهم صعيبه وصعيبه جدا قلتها عده مرات يفصل في 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 حكم عمليه اصعب من من عمليه تاع جراحيه تاع على مستوى القلب سي تري ديفيسيل حاجه ماهيش سهله ابدا لكن يلزمنا نشوفوا المشاكل باش نعالجهم كما يرام العدد تاع القضايا العدد تاع القضاة. القاضي يلزم له يعطي له وقت كافي باش 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 يدرس الملف يدرس مليح الملف. التكوين كذلك نقول له الشيء اللي نلاحظوه وهو في اخر مطاف الخبير هو اللي يفصل خاطرش القاضي يعين خبير الخبير يقوم بالمهمه تاعو كما يحب ويعطي رايه ورايه يتفرض على على القاضي واللي بصفه غير مباشره الخبير هو اللي يفصل في القضيه كي تكون معقده تاع اموال وتاع تاع بنوك وتاع تاع تاع اختلاس وتاع كذا يولي الخبير هو اللي يفصل. سي ديفيسيل هذا لازمنا نبدلوا هذه النظريه نبدلوا هذه الخطوط. باختصار هنالك ملف حساس قضيه المصالحه الوطنيه هل طوي الملف ام لا زالت بعض القضايا عالقه مثل المفقودين الذين تستعملهم جهات اجنبيه لاغراض؟ إيه لا نظن باللي الملف انطوى على التمام والاهداف تاع المصالحه الوطنيه تلحقنا بها في تقريب 95%. ابقات الا القضيه تاع المعتقلين تاع الجنوب ما تعوضوش وكان كذلك الضحايا تاع الارهاب اللي عانوا من خسائر ماديه. كاين اللي راحت له صناعه راحت له المصنع تاعو كاين اللي راح له المال تاعو كاين راح له الدار تاعو حرقوها له الارهاب كذا هذوك الناس ما تكفلتش بهم المصالحه الوطنيه لازم نتكفلوا بهم لا يمكن على العموم. اما فيما يخص اما فيما يخص قضيه تاع المفقودين قضيه تاع المفقودين المفقودين دخلتهم الميثاق دخلهم صف في صفوف الضحايا تاع المسات الوطنيه وتعاوضوا خلاص انتهى الامر فيما يخصني انا نعتبر قانونيا انتهى الامر. المصالحه الوطنيه بادر بها وتكفل بها سيد رئيس الجمهوريه دار كل الثقل تاعو كما كذلك مرافق بالجيش الشعبي الوطني وقوه الامن اللي هما كذلك داروا كل الثقل تاعهم باش 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 نجحت هذا العمليه اللي صعيبه جدا ماهيش من السهل. انت باش تهبط 6000 ارهابي او 7000 ارهابي تهبطهم الجبال ماهيش حاجه سهله. سي قسنطيني هي الجزائر مقبله على تعديل دستوري كمشروع من المشاريع الاصلاحات السياسيه والشرعيه واللجنه التي تشرفون على رئاستها كانت احد الذي قدم احد المبادرين اللي قدموا اقتراحات فيما يخص تعديل الدستور. ما هي المقترحات التي ترونها مناسبه فيما يخص تعزيز الحريات الفرديه والعامه في الدستور المقبل؟ يا اخي انا نعتبر باللي تعزيز الحريات الفرديه حاجه مقدسه ما كاش دوله قانون ممكن الى ما حافظناش على حريه تاع الاشخاص ما حافظناش على الحريه تاع الصحافه ما حافظناش على حريه التعبير اكسيتيرا هذه يتماشى مع بعض كل شيء مرتبط مع بعضه. دونك احنا في هذا الاتجاه واضحين بكل وضوح. احنا كي كانت اللجنه تاع سي بن صالح الله يذكره بالخير كانت سالتنا انذاك فيما يخص تعديل الدستور قلنا لهم يا ودي احنا الشيء اللي نوصيو عليه بالكثير هو انها المنصب نتاع نائب رئيس الجمهوريه. نائب رئيس الجمهوريه الى عطل الرئيس ولا مرض الرئيس
نلقاوه باش ما نكونش فراغ وبقاوش نفكروا في في, في 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 امور. الجزائر تحارب نوعا جديدا من الارهاب وهو الارهاب على المخدرات بحسب اخر تصريح للسيد وزير الداخليه والجماعات المحليه. سيد فاروق سلطيني، ما هي الاجراءات التي ترى استعجاليه لمحاربه هذه الظاهره اللي تفشت بكثره في الاونه الاخيره في المجتمع الجزائري؟ شوف يا سيدي، صراحه انا بكل احترامي وقدر السيد التصريحات تاع السيد وزير الداخليه اللي هما في موضعهم، انا عندي سنوات من اللي قلت انها الـ 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 رانا بجوار الدوله تاع مخدرات. نو سوم لي فوازان د ناركو ايتا كي سابيل لو ماروك. قلنا كذلك باللي المخدرات سي اون ارم دو ديستركسيون ماسيف كي تامبلويي كونتر لالجيري. يلزم نحاربوا على نفوسنا. انا الشيء اللي نعرضوا عليك وتعرفوا بالك افضل مني، نروحوا ضك في اي محكمه كان في القطر الجزائري، كل محكمه نلقاو 10 15 قضيه تاع مخدرات مجدوله يوميا. العدد تاع الاستهلاك تاع المخدرات والمتاجره في المخدرات اصبح 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 ما 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 ما, 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 ما يتحسبش، ما يتحسبش. دونك رانا امام ظاهره بمعنى الكلمه، وظاهره هذه تمس بالصحه العموميه وتمس خاصه بالشبان وتمس بالاقتصاد الجزائري. خاطر شو عليه المخدرات هذو يجوا مقابل مواد غذائيه اللي دعمهم الدوله اللي يجاوزوا الحدود يروحوا وندخلوا المخدرات. لمتى؟ ودوك لمتى يلزم الجزائر تدافع على نفسها ويلزم تاخذ المواقف اللازمه اللائقه، ماهوش غير كلام او مجرد كلام، يلزم تاخذ المواقف بصرامه. انا يا سيدي يمكن نشوف هنا وهناك ناس اللي مواطنين اللي بحسن نيه، انا مانيش نحاسب فيهم، ولكني شيء اللي يقلق نوعا ما، يقول لك يا ودي يلزم نفتحوا الحدود مع المغرب. لا، ما نفتحش الحدود مع المغرب، كيما نفتحهم؟ باش يكب يصب علينا السم هذاك اللي ينجو هو المخدرات بالقناطير المقنطره باش نرهج الشبان. هذه من مستحيلات السبعه. يلزم نكافحوا هذه الفكره هذه بكل قوه. دونك رانا في خطر. والغريب في الامر يا سيدي، خاطر يلزم كلها يلزم كل حاجه يلزم تقال. المغرب كل دول في العالم على درايه باللي ينتج المخدرات ويصدرهم، كلها ما يلوموش عليه. لو كان احنا غرسنا ولو شجره واحده تاع مخدرات في الجزائر لو كان ينوض علينا طنبور في العالم. هذه هي المشكله. التساهل فوالا، هذا هو المشكله. يلزم ندافعوا على انفسنا، يلزم ندافعوا على نفسنا بقوه، ما خاطرش يلزم نحتجوا على المغرب في الامم المتحده. خاطرش انا نعتبر بلي هذا هجوم بمعنى الكلمه، هذا حرب بمعنى الكلمه. اما لا، اولا يلزم نحاربوها، ثانيا يلزم القانون تاع المخدرات اللي ها موجود تاع 2004 نعدلوه، خاطرش دوك المغرب ينتج ويصدر المخدرات. وحنا واش نديروا؟ انا الشبان تاعنا تشكون في الحبس، عمرنا الحباس بالناس تاع المخدرات، بصحاب المخدرات. انا نعتبرهم ضحايا، ما عدا اللي يستهلكوا ضحايا، ولكن اللي المتاجرين هذوك لا. لا يمكن الاغلبيه منهم مستهلكين، شبان مستهلكين. يلزم عمرنا الحبس بهم، ما كاش نهار اللي ما يدخلوش عشرات وعشرات للسجن على بسبب المخدرات والاستهلاك المخدرات. دونك هما يستفادوا وحنا الشبان تاعنا نزيدوا نشكوهم في الحبس. القانون تاع 2004 المتاجره في المخدرات، اللي تاجر في نصره المخدرات يتسلط عليه نفس العقوبه اللي تاجر في 20 قنطار. سوني با نورمال، مش معقول. لازم ندرجوا الامور، لازم ندرجوهم ونرجعوهم، لازم نفرقوا ما بين اللي تاجر صغير واللي تاجر بالجمله. هذه اقل ما نقدروا ننتظروا منهم. سيد قسنطين، ننتقل الى ملف اخر يتعلق بالمساجين الجزائريين المتواجدين بالعراق. لحد اليوم منذ اشهر، على الرغم من تصريح اللجنه وتصريح وزاره الشؤون الخارجيه بقيامكم باتصالات حديثه مع السلطات العراقيه لارجاعهم الى الجزائر، مع المستجدات الاخيره والاحداث التي ضربت والتي شهدها سجني تاجي وابو غريب في بغداد، اين اصبح الرعايا الجزائريين معرضين للخطر في اي وقت، ما هي اخر مستجدات في هذا الملف؟ يا سيدتي، عندها ثلاث ايام فقط كلمني جزائري من ابو غريب من بين المساجين وقال لي رانا في خطر
وخايف متخوف. هل حدد نوعية الخطر؟ كان هجموا على لا بعد الهجوم هل تعرضوا إلى انتهاكات جسدية أو هجوم جسدي؟ هذا كان مقبل لا يمكنني زادوا تخوفوا من الهجوم أكثر خطر في الهجوم ما 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 ما, ما. ما تعرف قنبلات جيت الجميع المعرض هذه المشكله وين؟ قال لك يا ودي احنا لازم الجزائر تدخل بكي يحولونا لمضرب اخر او يدخلونا للجزائر. هذا هو شيء متخوف بالكثير ويتكلم مسكين هو يترعد. قلت له يا ودي رانا نوصل الكلمه نتاعك للوزاره الخارجيه اللي بدون شك تاخذ التدابير اللازمه. لا يمكنني الوزاره الخارجيه في علمي انا سابقا كانت حققت بذلت مجهودات كبيره باش تحولهم او الجزائريين اللي موجودين في العراق سجون تاع العراق. لا يمكنني بدون جدوى بدون نتيجه صراحه ما فهمتش علاه. موقف السلطات العراقيه لم يتغير؟ ما تغيرش لحد الان ما تغيرش. والغريب في الامر اللي مع بلدان اخرى مع تونس مع المغرب مع السعوديه مع كذا سهلوا لهم وحنا مانيش فاهمين. كانت اتفاقيه قانونيه بين قضائيه بين طرفين في علمي ما كانش. ربما هذا هو المشكل. ربما هذا هو المشكل. لا يمكنني نظن باللي من الجانب الانساني كانوا بحقهم يبذلوا مجهودات وكانوا ربما لا يمكنني يا للاسف الشديد ان شاء الله في المستقبل الامور تتحسن. سيد قسنطيني كان امس الناطق باسم البيت الابيض صرح ان الولايات المتحده الامريكيه بصدد ترحيل 2 من معتقلي سجن غوانتانامو من كوبا نحو الجزائر. هل تملكون تفاصيل حول هذا الموضوع بالضبط؟ لا ما عندي حتى معلومه خاصه. لا يمكنني نفس المعلومه. وانا نفكر فقط باللي كان رئيس اوباما وعدنا الحمله الانتخابيه الاولى نتاعو بغلق غوانتانامو ما قامش بها هي للاسف الشديد. نظن باللي راه يحضر في الغلق هذا مانيش عارف. نظن باللي هذا هو. لا يمكنني انا في علمي انا العدد تاع الجزائريين الموجودين حاليا في غوانتانامو هو 7 الى نقص 2 يبقاو الا 5. نتمنى لهم ان هاي تلقوا سلاحهم في اقرب وقت ان شاء الله. خاطرش الناس هذو مرتكبوا اي شيء هذه باش نذكروهاش مرتكبوا اي شيء. جاوا خطفوهم القوات الامريكيه خطفوهم وداوهم لغوانتانامو ما حاكموهم ما لقاو عليهم اي شيء. قضينا سنوات طويلة هما محكومين وموقوفين بدون محاكمة شيء غريب أمور تعسفية على تمام. وزيادة على هذا السجن تاع غوانتانامو صعيب جدا لأنها كافتزازات كسب كشد كذا. المهم ما يخلو فيهم أي شيء. وكانت هناك اتصالات من قبل مستر قسنطيني؟ ما كانش استاذ من الطرف الجزائري؟ لا ما كانش ابدا. احنا اتصالات مع منظمات تاع الولايات المتحده تاع حقوق الانسان وكنا احنا طلبنا منهم انها يتبعوا بدقه هذه القضيه تاع غوانتانامو. لا يمكنني كما تعرفي غوانتانامو ما جايه في الولايات المتحده، غوانتانامو جايه في كوبا. دونك مام هذوك المنظمات يصعب لهم باش يرخصوا لهم باش يروحوا كوبا لغوانتانامو. هاي المشكل وين؟ الاستاذ صرحت مؤخرا بان اللجنه تلقت حوالي 50,000 شكوى من المواطنين سنويا تتعلق بالظلم والتجاوزات في عده قطاعات. هل تكفلت تلك القطاعات بهذه الشكاوي؟ لا يا سيدي للاسف شديد. احنا لماذا نستلموا هذا العرايض هذو؟ خاطر احنا في نفس الوقت متكلفين بالوساطه نوز اسيغون لا ميدياسيون مشاكل عديده ما بين المواطن والاداره. المواطن يتصل بنا احنا نوصلوا للاداره المعنيه بالامر وندوا لها ارشادات قال ودي شوفوا درسوا له البيل وكذا. صراحه هي للاسف شديد الاغلبيه من الاحيان ما يجاوبوناش ومام كي يجاوبونا ما يديروا اي شيء يبقى الامور على حالها. هذه هي الحقيقه. استاذ نلاحظ ان اللجنه لا تتحرك على الصعيد الدولي الا بعد صدور تقارير من منظمات غير حكوميه تتهم الجزائر بوجود نقائص في مجال حقوق الانسان. واش التعليق تاعكم على هذا؟ لا هذا شوف احنا ولفنا بالهجوم هذا تاع المنظمات اللي من بعيد هكذاك مو على درايه باي شيء. من بعيد يعتبروا باللي الجزائر خطات ولا فيها نقائص وكذا. نقول لهم روحوا للميدان وشوفوا راه المجتمع مفتوح الحدود راه مفتوحه. اروح ابحث وشوف ومن بعد دير التقرير تاعك مش من بعد من بعيد هكذاك راك تكلمني. هو مازال يفكر في الجزائر تاع التسعينات رانا في 2013 الامور تغيرت على تمام
طيرت على الدمام وزيادة الإعلام. أنا ما عندي حتى عقدة من منظمة ذلك، ما عندي حتى عقدة. وش يكونوا هما باش يجوا؟ وش المؤشرات اللي تدند عليها في إعداد تقارير داخل الجزائر؟ ما رانيش عارف، ما رانيش. عندهم مراسلين، هنا عندهم مراسلين جزائريين اللي يكتبوا لهم. على كل واحد كيفاه، واحد ينهزم في كاش قضية قضائية يكتب قال الجزائر هذه ما فيهاش القانون، هذه الجزائر فيها الرشوة، هذه الجزائر فيها تجاوزات. هذا مكان لا يمكن يروحوا وبحثوا بمعنى الكلمة. وبالنسبة لكم يتصلوا بكم؟ احنا يتصلوا بنا بصح باش يوصلونا غير الكلام هذا. وعنينا احنا عينا فقط، ما يجوش يسترشوكم في قضايا معينة ولا قال اعطاء الرأي والتوضيحات. ما احنا شوف لماذا العلاقة تاعنا معهم تخسرت، تغيرت بالكثير، تغيرت بالكثير في 2005 بمناسبة قانون المصالحة. ولانهم يهودي انتما في بداية الأمر كي ناضوا الهول هنا في الجزائر اعتبرتوا باللي الدولة الجزائرية كانت تكافح في الديمقراطيين وتكافح في المجتمع المدني وتكافح في المعارضة، في معارضة مسلحة. هذا غير صحيح، كانت تكافح في الإرهاب، كانت تكافح في الإرهاب. وانتما جيتوا ضد الدولة الجزائرية، قلنا لهم يا ودي أقل ما ننتظروا منكم، اعترفوا بالخطأ نتاعكم باللي خطيطوا في التحليل نتاعكم. والجزائر كانت تكافح في الإرهاب وفي ظروف صعيبة، يلزم ما نشملكم يا ودي طلبوا سمح، ولكن اعترفوا بالخطأ نتاعكم في التحليل. لا لا، هما ويتا اعترفوا بالخطأ، ويتا الأمور تغيرت فيما يخصهم في حوادث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة باش فطنوا. قالوا يا ودي راكو غلطين، راكو غلطين. الجزائر كانت كفح في الإرهاب في ظروف صعبة، في ظروف صعبة، وكانت متوحدة، ما كانش حتى إني أي طرف كان اللي يعاونها. ثم يهودي خذيتو يعاونو. لا لا، باقيين شدنا الحقد هذاك. لا لا، الجزائر تكافح في معارضة مسلحة، تكافح في المجتمع المدني، تكافح في الديمقراطيين. واش من ديمقراطيين؟ كانوا في الجبال قاضين سلاح ضد الجزائر إرهاب، كيفاش من ديمقراطيين؟ دونك هذا هو، ما حبوش يتراجعوا. هذا هو اللي العلاقة تاعنا خسرت. ربما آخر سؤال لازم يا رشيد. السيد قسنطيني، كنتم صرحتم قبل شهور أن اللجنة الاستشارية لتقية وحماية حقوق الإنسان ستنظم شهر ديسمبر المقبل ندوة دولية حول الهجرة. السيد فاروق قسنطيني استغل هذه المناسبة لو تحدثنا عن البرنامج العام لهذه الندوة وما هي أهم المقترحات اللي ترفعها. المقترحات هي بعد الندوة باش نشوفوا تدابير اللي لازم نقترحوهم على 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 سيد رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية بشكل عام. دوك المشكل تاع الهجرة اصبح مشكل يعني الجزائر بالكثير بالكثير، ويلزم وكان مفروض علينا لكي نفكروا في هذا المشكل هذا مع اطراف اجنبيه، خاصه الطرف الايطالي اللي كذلك مشتغل بها بالكثير، لكي نلقاو الحل لهذا المشكل اللي حافظ على حقوق الجزائر على علينا، يحافظ على الجزائر ويحافظ على الطرف الاوروبي من طبيعه الحال، ويحافظ في نفس الوقت على الكرامه تاع الاشخاص، خاطرش ما داهمش الخير. كاين المهاجرين هذو دفعوهم اسباب اقتصاديه معينه دونك معروفه هذا الشيء. دونك يلزم بعد اللقاء هذا نشوفوا كيف نجمعوا الافكار ونديروا لائحه او ارشادات الاتجاه المعنيين بالامر، السلطات المعنيه بالامر، لكي نلقاو الحل اللائق. الجزائر كثر عليها بالكثير المشكل تاع الهجره هذه. كاين بلدان إفريقية، كاين سوريين، كاين تونس، كاين ليبيا، كاين كذا، كاين كذا، وين كاين الهول، بلدان اللي مجاورة كاع. حنا رانا نعانيو من الأمر هذا تاع الهجرة فيما يخصهم، خاطرش يحبوا يقطعوا كاين يحبوا يقعدونا. حنا يلزم نفكروا في هذا المشكل قبل ما يتغلب علينا. شكرا. لا بها كان هذا آخر سؤال. شكرا على تلبيه الدعوة سيد قسنطيني. صحيح.